فن الجرافيتي هو فن الشارع ويعتمد على بشكل كبير على البخاخات اللي هو الرسم على الجدران بشكل عام يعني، فيعتمد بشكل كبير على الرسم على مساحات كبيرة. بدأت فن الجرافيتي من صغري لأمانة، ما كان في دعم، ما كان في بيئة خاصة للفن الجرافيتي، كان الموضوع شبه صعب أو مستحيل، فكنا نواجه صعوبات فإن نقدر نرسم، كنا نتعمد إن نكون موجودين في أوقات متأخرة من اليوم عشان ما حد يقدر يشوفنا، عشان نقدر نرسم براحتنا. هو كان فن وكان مغامرة في نفس الوقت، وكنا نقصد الأماكن المهجورة، الأماكن اللي هي مش خاصة يعني. أحيانا تكون في أفكار في بالك، أحيانا يكون في شيء شفتيه عجبك أو قضية أو حدث معين صاير في نفس الوقت، فأنت تستلمين الفكرة. أحيانا ما يكون في شيء معين فتأخذين أفكار من عدة أماكن فتسوي فكرة خاصة فيك أنت. هذا الفن إذا أبغى أوصل فيه رسالة تعتمد بشكل كبير على الحدث أو على الشيء اللي قاعد يصير. فمثلا أنت في يوم وطني فقاعدة توصلي لك حبك للوطن أو تاريخ الوطن بشكل كبير في جدار، أو أنك توصلي حدث صاير أو مثلا شخص معين تبغي ترسميه أو أيا كان، فأنك توصلي هذه الرسالة بحجم كبير بحيث أن الناس يشوفون. هو الجرافيتي أول للأمانة ما كان مدعوم بشكل كبير، لكن الفترة الأخيرة كان في دعم كبير جدا من هيئة الترفيه، الحمد لله رسمنا أغلب موسم الرياض، وكان في دعم من أمانة منطقة الرياض للأمانة، في دعم من المؤسسات الحكومية بشكل لا يوصف. فن الجرافيتي أول ما كان في تقبل من الناس له، لكن الآن الحمد لله الناس مع الفترة الأخيرة كشباب، كاستراحات، كمطاعم، ككافيهات، كمؤسسات حكومية قاعدين يتقبلون هذا الفن بشكل كبير. صراحة الطلبات من كل النواحي، الجميع يبغى يشوف هذا الفن. بلا شك العمل أمام جمهور أو في مكان عام أو مسمى عندنا برسم اللايف يكون في نوع من التوتر، لكن لما تشوفي ردة فعل الجمهور أو مشاركة الجمهور معك لو بشيء بسيط في الرسمة وردة فعلهم وفرحتهم، هذا شيء يعني لا يوصف ويخفف التوتر عندك. فلما نكون نرسم لايف نتعمد قد ما نقدر أن الجمهور يشارك في الرسمة، لأنه يكون في انطباع رهيب. الرسمة اللي مسويها اللي هي فن المندالا، لكن مستخدمة بالبخاخات اللي هو بالجرافيتي. الجرافيتي تقدر تستخدمه فيه أكثر من فن، اللي هو تقدر تسوي رسم بورتريه، تقدر تسوي المندالا، تقدر تسوي خط العربي، تقدر مجالات كثيرة تقدر تستخدميها في البخاخات، فمعك دمج في أنواع الفنون بشكل غير طبيعي.